مناسبات دوگو ديري غلين ايه دفعادي تومنادي كاقلن جبساه مدارس كسلاح الدين الايوبي ايه لغو قبتاي مغالا ده هرگيسا وحانا كسو قيب غلاي حمناك ميدا قولاها ديگان كدقم ده هرگيسا اغا سمها قودة وزارة ده هرمرين تبيه سمالي لان مدح دقاميد ايه مرت شرف قلاي ايبا فوركي دي وحا هادا لكسو چه ديه ما ملاحا قودة مدارس كاني شيخ خضر موليد علي ابو بشرا وكو دير عضي مراحل كيكا لدوانا اي مدارس كواي سومرين هادينو واربحين كوبان وقت غويسكا كوبان اينو كبحينو مركز كسلاح الدين سلاح الدين الايوبي اما مراكز سلاح الدين ومراكز العاصاصي لبدي كوريا سيدي دي بشي لحاد وحانا يكوي اللان مقالة هرقيسة قارهان حافظ محمد موي المدرسة دو روتي مراحل بدن بيسو مرتيو ايكا اي مركاسو كسو قدبتي ترتمي مسابقات بدن بيسو قرشي كالبا كسو هيسي مدرسة دو حيكا كوبان تي صدح قيبوت مدرسة دا اردي دا لغتا وحوو يام كون ايا كوبي ايا كوتون اردي او انا اي كوچرين اردي دا اما كا قرآن كا بما يسي اما قلي جنس مدرسة دو قيب تا كوبان وحا لغتا لح بقل يلي يلا باتن أرضي وليتا صدح بقولي سيدي يلا باتن وإنما لما بقولي سيدي يا سجاش أنا فرع كوبادو هرلو فرع كوبادو حكى شقيا تدوية طبعا معلم وحكى شقيا صدح شغالة هوسات هي هالكاشر فرع الله بادي واحد دكتا لما بقولي سجال أرضي أيا دكتا بقولي أفرية طبعا أرضي وهرلو بقول يا صدحنا وإن إنما ويان فرع صدحاد واحد دكتا أما قيبتا حفتك أيضا الله بعد مرك حاجة حفتك الله أيضا لما بقول يا تضبية طبعا أرضي بعد دكتا بقول يا صدح أيا هبلا بقول يا مرك أوح ويان طبعا وإنما ورياو إنت مرك كغني بعد ما أرضي ده سيقود هبلا مدرسة ده صلاح الدين دكتا واشم بقولي شنيه تمن حبلوت انما دا دغتانا واشم بقولي لخيه صدن ان وي حبنا كميده كقيب غلياش او اسغو جيرو علماء الدين اي ولي با والدين ايا دين عودا بوغاديي اردايدا دمهيساي قران كريمكا لباد وحن هلكن او دعاينيا عرورتا يريير سو كعايسا بربارتا كو سو كعداي قران كريمكا اي مانتا هلكا كدمهينيسا قرانكا ان وروما هيي دوشانو يدي كتاغن نو يدو كيسما عرقتان معهد وناكسن او شرف له او ابو الايوب الانصاري كوما دعابان او قيمة لأياتهين قال له امان تا دميستي قرآن كريم كاها او وحلا برتو وحلا حفتي وحي وقال سرا وحن كر رجينا يا إلهي سبحانه وتعالى انو كو انفعو كنية لغار فعل كي يعمل كي لي ما دو قرآن كلها مرول بنا كدة علينا قرآن كم وغضه إحنا وما هذا غنا ما مركا يا معلمين تا مدرسة دن معركتي كسودة علي رنتي وما مرك كوكية هاي يا معلمين تا فرع بدل اللي نوشي هاي وحوي قرطي وما أنت وقتي هنا قف كدين تا معركتي دي جاية القرآن كيلا هاي دي جاية الكتاب كيلا هاي دي جاية الدورة هي إنه هو بدله ما ركتي تد دين تيلاح حمبارة وكجت جو آدي أبي ما ركتي وما تزين. أنتي مناسبة دواي سعوتين أرضي وحي هالكاس وكسو بندجان أي بكم إذا وحيا به اللبري ويسقو ترى النشيدوين يقول بقرآن كريم ك. سلام تيلاي صبحي ولابا مغربي وصادح أنت كله أفر أفر سنا يا سنا لبا لبا. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أربي سداد بال ويان واخسبو رجد قوشي دشا عقل قوادا ميا دقالو وعلمي إسلام سمي حفظه وذتابا تنبيه المسكة دينا علمي هذو تيايسا تلاب لداد ذلك يقرقين شوق وحتى يذهب ولد تريده مقالسا تلمر نفس تاده
حسين إبراهيم أسكر وكتر سنحبناها قرها ديغان كدقمة ده هرقيسة إيا سلطان أبو سوفيان وإسنا كمي ده بحدة دقن كيه سمالي لان أيا إيقونا سيوهنو أماني هبك واحد لقيساد إمامو الكي معلمين تمدارس كاني مركو هرقو حانو محلنا قيا مامو الكا دوسيقا سالف الدين وهمتي قعنتكو حيا أرضي ده كونك أرضي كبادن إيا وحكا بارتا بارتا قرانكا كريمكا وحن كلو أن آدوكم حلنا قيا والدين تي كسو تبعضي أرضي دن بروح ده بدن إمان تهلتي نفريا رونتي أفريا أفرتن كا أرضينا مانتا أي كوكوري ستين إن أي لما يستيران قرانكا كريمكا وحا أنو أنو مروه البكود دالينا سيدي أنو قعانو قيسين لهين محاد كده نو عنو كلاة أرضي ده قرانكا لغو برايو هدي إلى هاي كديكو وحنا نقول شيء إنا هدي الله إلى هذا وح الله عليه وحي أن تركنا إن نمر ولا أن نقول الله جرب تاجنا هاي رتي وواح لقو فرحة ويان أنا قاني كشرف قاري تاعي مناسبة النوع أنا هنا كسوق قيب قالوا ويا ميلا هلا كسوق قيب قالوا ميلا هو خير كبدنا يكثر تا قبل قبدي وحيسقنا هالكاسك هذا يا قاسمها جودة وزارة دهور مرنت بيها سمالي لان محمد درر او يفتيمي قيمها برشاد قرآن كريمك قف كوا بريستي بير قروح بضان او اوبح كالدودوان او مدبا كالدوان لهو كبحي اوبح يدو كالقالسا اوبح لغو برباري هذا الكيلاهي يسنها النبي عليه الصلاة والسلام ايا اوغو قالسا اوبح يدا شرفو انبيانيك اي تايرونتي ان اوبت كا قالقا sida quruxda badan loo barbaariyay ee lagu barbaariyay wixii ugu qaalisanaa in aan kala soo qayb galo munaasabadan aniga iyo intayga waaweyniba waxaan soo marnay maalmo maanta oo kala ah oo sidiina soo kala aanu iskuulka dhiganeynay oo sidiina soo kala aanu quraanka baraneynay oo sidiina soo kala nalo barbaarinayo waalidku gacanta nagu hayay sababta inta badan ardayda loogu tilmaamo u buux waxa weey nolosha aadamaha waxa ugu qurux badan oo ugu qaalisan maalmaha waxbarashada ee klaaska la fadhiyo ugu dambeyntii waxa halkaas shahaadooyin lagu gudoonsiyay ardaydii kaalmaha kala duwan u gashay madaariskani halka ardayduna ay macallimiintooda ku maamuseen shahaadooyin iyo waliba abaalmarina kale maxamed abdi qalinle muqbahiyaha bulsho hargeysa